لو عندنا قرش واحد فقط إلا يصرف على الشهداء على الشهداء والأسرى، وبعدين باقي الناس يصرف عليهم. هذه مجموعة كوكبة نحن نقدرها ونحترمها ونحن نعتبرها هي التي تعبد الطريق لاستقلال فلسطين للأجيال القادمة. نعتبر أن الشهداء والأسرى هم كواكب ونجوم في سماء الشعب الفلسطيني، في سماء نضال الشعب الفلسطيني، هم لهم الأولوية في كل شيء.